لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه الحلقة امتدادا للحلقة السابقة، ألا وهي الجزء الثاني لموضوع البكاء من خشية الله عز وجل، وهو موضوع أسأل الله تعالى أن يمدنا فيه بعلم من علمه ومدد من مدده وفقه من فقهه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. في لقائنا الماضي بحول الله ومدده بينا أن البكاء يأتي من صفاء القلوب، البكاء لا يأتي إلا من صفاء القلوب، فالقلوب إذا صفت لعلام الغيوب خشعت، وإذا خشعت حنت الدمعة من العين من خشية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وبينا أن البكاء من خشية الله هو صفة العارفين وشعار الصالحين، وأصلح خلق الله على الإطلاق هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان غزير الدمعة من خشية الله تبارك وتعالى، فكان كثيرا ما يبكي من خشية الله، فإذا سألوه صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي كل هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنوبك وما تأخر، فكان النبي المصطفى يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان إذا استمع إلى القرآن بكى، وإذا تلاه بكى صلوات ربي وتسليماته عليه، فقد طلب من عبد الله بن مسعود أن يتلو عليه من سورة النساء، فتلى عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي المصطفى حسبك يا ابن مسعود، فالتفت عبد الله بن مسعود إلى عيناي رسول الله فوجد عيناه قد غرورقتا من الدموع صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن علمنا أن البكاء من خشية الله هو صفة الصالحين وشعار العارفين بالله، بل هو سمة أهل العلم، فمن أعطاه الله تبارك وتعالى علم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على خشية، ولا بد أن تحن الدمعة من عينه من خشية الله، لأن الله تعالى هو الذي قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله تعالى وصف أهل العلم بالخشية والبكاء، فقال رب الأرض والسماء إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم، فالعلم الذي لا يكسبنا خشية ينبغي أن يوضع في قفص الاتهام، فإذا كان الله تعالى أعطى العالم علما فلا بد أن يؤثر هذا العلم في قلبه، ولا بد أن تحن الدمعة من عينه من خشية الله. وقديما قال العلماء من أوتي من العلم ما لا يبكيه
فلم يؤتى علما. الله أكبر. فربطوا العلم بالخشية وربطوا العلم بالبكاء من خشية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وهذه رسالة للعلماء وطلبة العلم الذين يعكفون على الكتاب وسنة النبي المصطفى، لابد أن تخشع قلوبهم، لابد أن تخشع قلوبهم، ولابد أن تحن الدمعة من أعينهم، لأن أخشى الناس لله هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال النبي المصطفى: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ووجل القلب ودمع العين وقشعريرة البدن، هذه سمة العارفين بالله جل وعلا. الله تعالى في القرآن هو الذي قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. الله أكبر. الذين يخافون الله جل وعلا عرفوا أنفسهم وعرفوا ربهم سبحانه وتعالى فقدروه حق قدره وخافوا مقامه وجعلوا الله تبارك وتعالى أعظم الناظرين إليهم. فلما استمعوا إلى كلام العلي الأعلى سبحانه وتعالى خشعت منهم القلوب ووجلت منهم أيضا القلوب وذرفوا الدمعات من خشية علام الغيوب تباركت أسماؤه وجل في علاه. وقد قال الحبيب المصطفى ما يبرهن ويصدق هذا المعنى: شيبتني صورة هود وأخواتها. النبي المصطفى شاب من تلاوة القرآن الكريم. فالقرآن أحبتي الكرام إذا نظرنا إليه بأعين قلوبنا وتدبرنا معاني كلام ربنا سبحانه وتعالى لابد أن نخشع. إذا كان النبي المصطفى هو الذي يقول: شيبتني صورة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، لما عاش النبي المصطفى حقيقة الآخرة مع هذه الصور ومع هذه الآيات شاب شعر الحبيب المصطفى. ومعلوم أنه لم يشب من شعر النبي المصطفى إلا 20 شعرة في مفرقه زادته جمالا وحسنا وبهاء وضياء صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن هذه رسالة من فم النبوة الطاهر، أن القرآن إذا استمعناه لابد أن يؤثر في هذه القلوب. أحبتي الكرام، إذا كان ربنا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا كانت الجبال تتفتت من خشية الله جلت قدرته، فما بالنا بقلوبنا؟ هل قلوبنا أصبحت أقسى من الحجارة؟ أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال لنا بالعبارة الواضحة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا كتاب الله جل وعلا، وما خشعوا لكلام العلي الأعلى جلت قدرته. فالله تعالى حذرنا أن نتشبه بهم، وكان سلف الأمة الصالح إذا استمعوا إلى هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، كان الواحد منهم يقول: آن يا رب، آن يا رب. وإن أنسى في هذا المعنى لن أنسى أبدا الفضيل بن عياض، كان قاطعا للطريق وأعد العدة ليذهب إلى محبوبته في عقر بيتها من أجل أن يقضي معها ليلة فيها معصية وفيها مساخط العلي الأعلى، فصعد على السور وأراد أن يدخل إلى محبوبته، فسمع متهجدا يتهجد
ويقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مست الآية شغاف قلبه وصرخ من فوق السور وقال: آمى يا رب. ونزل من فوق السور يبكي من خشية الله. مر على خربة كان الناس قد غطوا أبدانهم بالقاذورات، يقول أحدهم لأخيه: أما آن الأوان أن نقوم من هذه الرائحة النتنة؟ فقال: اصبر، إن في الطريق فضيل. فبكى الفضيل بن عياض وقال: أبلغت بك الوقاحة يا فضيل أن يختبئ الناس من سطوتك ومن خوف بطشك يختبئ تحت القاذورات؟ رباه تبت إليك فاقبل توبتي. وذهب فلزم الكعبة إلى أن قبضه الله تعالى موحدا بآية واحدة من كتاب ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبتي الكرام الفضلاء، أحسن صوت نسمعه عند تلاوة القرآن هو صوت الرجل الذي يخاف مقام رب الأنام. وأجمل الأصوات على الأطلاق هي أصوات الخائفين من ربهم. إذا استمعنا لرجل لم يؤتى بحسن في صوته ولكنه يخاف الله ويخاف مقام الله، إذا تلا علينا القرآن أحببنا أن نستمع إلى الآيات التي تنساب من فمه. نعم، فجمال الصوت في الخشوع والخوف من الله تباركت أسماؤه. إذا صلى بنا رجل يخاف مقام الله جل وعلا وتلا، إن لم يؤتى مزمارا مثلا من مزامير آل داود وقرأ علينا بهذا الصوت الباكي بهذا الصوت الخاشع، تأثرنا بتلاوته وبكينا خلفه من خشية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. عملاق الإسلام عمر بن الخطاب كان يعيش القرآن في حركاته وسكناته. نعم، أقول أكرر، عملاق الإسلام عمر بن الخطاب كان يعيش القرآن في حركاته وسكناته. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان إذا استمع إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى أو تلاه كان يبكي من خشية الله جلت قدرته، وكان وقافا عند آيات الله عز وجل. حياته كلها كانت مع القرآن حالا ومرتحلا. مر ذات يوم على راهب يعبد الله في ديره فنادى عليه وقال: يا راهب. فأشرف عليه فنظر عمر إلى وجهه فبكى، فقال أصحابه: ما يبكيك من هذا؟ قال: لما نظرت إلى وجهه تذكرت قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نعم، هو يتعب تعبا ويشقى مشقة كبيرة في صومعته، ولكن عمله إلى اضمحلال وعمله إلى فناء وعمله محبط، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ينبغي على كل من على وجه الأرض أن يؤمن به. وروى العلامة الإمام مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذا العابد في صومعته فعلا كما قال عمر: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عمله محبط لأنه على غير دين حق. نعم، إن الأديان برمتها
نسخت ببعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بل إن عمر كان في مواعظه الرائعة كان لا يعظ إلا بكتاب الله عز وجل، أقول وأكرر، كان لا يعظ إلا بكتاب الله. هناك رجل من الشام كان يأتيه ليجالسه، انقطع عنه، فلما سأل عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالوا إنه يتتابع الآن في شرب الخمر، هو في الخمارة. أتدرون ماذا صنع عمر؟ أتى بورقة وكتب فيها بعض آيات القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب، هكذا باسمه المجرد من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال لمن معه الرسالة: لا تعطيه الرسالة وهو ثمل، دعه حتى يستفيق. فلما استفاق أعطاه الرسالة فقرأها وبكى وقال: ذكرني عمر بأن الله غافر الذنب، إن استغفرته غفر لي ذنبي، وذكرني عمر بأن الله قابل التوب، إن تبت إليه قبل توبتي، وذكرني عمر بأن الله شديد العقاب، إن لم أتب فسيعاقبني، وتاب وحسنت توبته. فلما علم عمر بتوبة الرجل قال: هكذا فلتكونوا مع إخوانكم، إذا رأيتم واحدا منهم قد ضل عن سبيل الله قوموا فادعوا الله تعالى له، وادعوه مرة ثانية إلى الله عز وجل، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. نعم، إذا وجدنا واحدا منا قد ضل عن سبيل الله واعتزلناه فقد أعنا عليه الشيطان، ولكننا إذا ذهبنا إليه ونصحناه ووعظناه من أجل الله تبارك وتعالى ودعونا الله تعالى له، أن يفتح الله تعالى مغاليق قلبه، ربما عاد إلى حظيرة الإيمان. فعمر بن الخطاب فرح بعودة الرجل واصطلاحه، وأمرنا أن نكون مع إخواننا كما كان هو مع هذا الرجل شارب الخمر. ولكنني يعني أتأمل قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي أرسلها عمر لذلكم الشارب للخمر، وأقول والله ما أطيبها من قلوب، رغم أنه شرب الخمر ذكر مرة بالله فعاد. فأتمنى لكل مدمني المخدرات عندما يستمعوا مثل هذه الآيات أن يراجعوا أنفسهم وتخشع قلوبهم لله عندما نسمعهم كلام الله تعالى، يعود إلى الله تعالى على جناح من الشوق ويتوب إلى الله. والتوبة في أمة رسول الله من أيسر ما يكون. ومعنا اتصال أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة وهدانا إلى الطيب من القول. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بإذنك وبفضلك وبكرمك أنا يا ربي. عندي كلمة عن العلم أود تصحيحها، ممكن؟ تفضلي تفضلي. أقول بفضل الله كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. علم الله علم ذاتي، وعلم الإنسان علم مكتسب. فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وكرمه بالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط، عكس الملائكة فإنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. وكرم آدم عليه السلام بالعقل، أقصد الكمبيوتر الإلهي، صنعة الله، ومن أحسن من الله صنعة. إذن فالمعلومات تدخل العقل، وبالتفكير والتحليل والتأمل والبحث والاستنباط يخرج علم يتوقف قيمته وصلاحه وإصلاحه وفائدته على الشخص وأدواته ومدخلاته. لن أطيل، فقط أود أن أقول لولا العقل ما خرج علم، إذن وجب على العلم أن يقبل رأس العقل لا العكس.
العقل الذي هو بنات التكليف، وبالعقل عرف الله، لكن لابد من منهج ينظم حركة الحياة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، وكان القرآن والسنة الصحيحة دستور للناس أجمعين إلى يوم الدين. والعقل يقف أمام الثوابت في القرآن وصحيح السنة خاشعا متصدعا من خشية الله. وجزاكم الله خيرا. وجزاك مثل أخت الفاضلة سناء، شكر الله لك مداخلة قيمة. أحبات الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن عمر بن الخطاب لما أرسل هذه الكلمات لهذا الرجل تأثر بها قلبه، وهذه برقية أسوقها من منبر قناة الرحمة الفضائية لأخي الذي ابتلي بإدمان المخدرات. أقول له إذا سمعت مثل هذه الآيات ينبغي عليك أن يخشع قلبك وأن تعود إلى الله تعالى مصطلحا عليه. نعم، عد إلى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يناديك، والله تبارك وتعالى يفتح لك باب الرجاء وباب الرحمة. لن تجد أبدا رحمة كرحمة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن النبي المصطفى كان يعجبه مشاهد الرحمة، لما رأى امرأة مشركة مأسورة حافية، ثيابها ممزق، جائعة وعطشانة، وفوق هذا وذاك خطف ولدها من حضنها، فانطلقت تبحث عنه بحثا حسيسا. كانت كلما وجدت طفلا في سن ولدها أخذته وألقمته ثديها، وظلت هكذا إلى أن عثرت على ولدها. والنبي المصطفى يسير خلفها، لما وجدها انكبت على ولدها، مرة تحضنه ومرة تقبله ومرة تشمه ومرة تنظر إليه أهو هو. قال النبي لأصحابه: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وقد صنعت ما صنعت. قال الحبيب المصطفى: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مهند، السلام عليكم. حبيبي في الله، طبت وطاب سعيك وممشاك وطاب وقت من الجنة منزلة. اشتقنا إليك أبو مهند. الله يسامحنا على هذا الابتعاد، بس ظروف العمل يا أخي والله. الله يحييك. الله يعزك يا حبيبي، والله وحشتني يا أخي. أحبك الله، أنا أحبك في الله أبو مهند. أحبك الذي أحببتني في حبيبي في الله. أحبك الله. ربنا يبارك لي فيك يا رب، ومن اتحرمش من امثالك ابدا. ولن 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 نضل طالما انتم موجودين والله العظيم. الله يحييك ويرفع خاطرك. ربنا يبارك لنا فيك يا رب، وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون احسن ان شاء الله يا حبيبي. يا رب اللهم استجب وتقبل. وجزاك الله خيرا عنا يا حبيبي، ولا تنساني من صالح دعائك وامة المسلمين اجمعين يا اخي. افعل ان شاء الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. اشكرك على مداخلتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، إن عبد الله بن المبارك لما سئل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذه الفضيلة الرائعة، قال: كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. أصحاب رسول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لما أراد علي بن أبي طالب أن يصف أصحاب رسول الله قال: ما رأيت شيئا يشبههم، ما رأيت أحدا يشبههم، كانوا يبيتون لله تعالى سجدا وقياما، فإذا أصبحوا شعسا غبرا صفرا، بين أعينهم كركب المعزى، باتوا يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا كأنهم باتوا في غفلة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أصحاب رسول الله هم أطهر الناس قلوبا بعد رسول الله، انتقاهم ربنا لصحبة الحبيب المصطفى. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الشيخ أيمن حبيب قلبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أيمن، كيف أنت شيخنا الكريم؟
يا اهلا وسهلا الشيخ ايمن. يا ربنا يعزك يا رب ويجازيك خير. انا اريد يعني ان اعلم عنوان الحلقه حتى اشارك فيها. احنا بنتكلم في الجزء الثاني من البكاء من خشيه الله. نعم، البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى، يعني افضل ما يبكى منه من خشيه الله سبحانه وتعالى، كما يعني سمعت من فضيلتك قبل قليل اننا نبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى اذا سمعنا القران الكريم. فالقران الكريم من لم يبكي فيه من خشيه الله سبحانه وتعالى فليبحث له عن قلب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اطلب قلبك في ثلاث مواطن، فان لم تجد لك قلبا فان لم تجد قلبك في هذه الثلاث مواطن فابحث لك عن قلب فانه لا قلب لك: عند ذكر الله، وعند خلوتك بربك، وعند سماع القرآن الكريم. ولنتأمل جميعا أن القرآن الكريم يخشع له حتى المشركون، كما في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، جاء به في كتاب التفسير بالتحديد في تفسيره لسورة النجم في باب قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. لما سمع المشركون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا جميعا أن نتخيل جمال القرآن وروعة القرآن وعظمة القرآن وهو يخرج من أطهر فم ومن أشرف فم، وهو فم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر هذه السورة. فلما وصل النبي إلى قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي وسجد المشركون من ورائه، فلما قاموا أنكروا على جوارحهم ما فعلت. الجوارح سجدت لله، وأما العقول فأنكرت ما فعلته لله. فللقرآن الكريم تأثير عظيم على هذه الجوارح، فلابد أن نعود إلى القرآن الكريم. أقواه مبنى وأحسنه معنى وأقومه قيلة وأصحه دليلة وأوضحه سبيلة، أعلاه قدرة وأغلاه مهرة، الحبل الممدود لنا من السماء إلى الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا به من الخاشعين الذين يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار. عمر بن الخطاب الذي لما قرئ عليه من قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ماذا حدث له؟ مرض عمر لما سمع هذه الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل بآية، وعائشة التي قامت ليلة كاملة بقول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك خيرا مثله شيخ أيمن، ما شاء الله مداخلة قيمة، وأشكرك. بسم الله ما شاء الله، لغة سليمة وأدلة حاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك علما. ومعنا اتصال الأخ سعيد من السعودية. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. ومعنا الأخت أميرة القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يعرف مزاحك. وجزاك مثله. حضرتك بتنتهينا ببرامجك، ربنا يبارك لك يا رب. عندي سؤال ودعاء يا شيخ، أرجو أن تدعو. السؤال: البكاء من خشية الله والبكاء عند قراءة القرآن. عندما أقرأ القرآن يا شيخ قلبي يخشع يعني قوي، بس مش بعيط، مش ببكي، بس بحاول أبكي أتباكى، مش بعرف يا شيخ. فبرضك هخش في الحديث ان عين بكت من خشيه الله ولا لازم العين تبكي. الدعاء يا شيخ ارجو بالله عليك تدعي لسوريا وما يعانون منه، بالله عليك يا شيخ في هذه الساعه المباركه، وكل الناس تامن على دعائك، تدعو لسوريا ان ربنا يا رب يفك اسرهم ويفك كربهم يا رب العالمين. وجزاك الله خير يا شيخ. وجزاك مثله اخت الكريمه الفاضله. سلف الامه الصالح كان الواحد منهم يقول: لأن أدمع دمعة تخرج من عيني تسيل على وجنتي أحب إلى قلبي من أن أتصدق بوزن ذهب.
فالمقصود البكاء الدمعة التي تخرج من العين. أي نعم نحن نخشى عند التلاوة، ولكن ينبغي علينا أن نبكي، إن لم نبكي فنتباكى حتى يأتي البكاء من خشية الله. والنبي المصطفى كان من دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك أخت أميرة، أنت والمسلمين في المشارق الأرض ومغاربها بنصرة إخواننا في سوريا، أسأل الله أن يحقن دماءهم وأن ينتقم من بشار وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويخلص بلاده من شره، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب أبو حمزة من الأردن، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب أبو حمزة، جليل وبياك وجعل الجنة نسوانا ومسواك، أسأل الله أن يزيد هذا الوجه نورا وأن يملأ حياتك بالسعادة والسرور. أقول بعد أن تأذن لي سيدي مستعينا بالله، فضل. ما أجمل البكاء إذا كان من خشية الله، وما أجمل الحياء إذا كانت في طاعة الله، فوالله ما للعيش طعما إلا إذا كان في طاعة الله جل وعلا، ولا للحياة معنى إلا إذا كانت في طاعة الله جل وعلا. فإن البكاء من خشية الله يورث العزة ويورث الكرامة، وإن الذل لله تبارك وتعالى يورث الكبرياء والعظمة والعلو في الدنيا والآخرة. فما أجمل أن يكون الإنسان خاضعا لربه، لا يخاف إلا الله جل وعلا. وتحضرني قصة سمعتها من بعض مشايخنا لسيدنا عبد الله بن عمر، أنه يوما خرج فوجد الطريق مزدحما بالناس، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: أسدا يحبس الناس. فأتى عبد الله بن عمر إلى الأسد وأخذ بأذنه وكلمه، فتنحى الأسد عن طريق الناس، فمضى الناس. فسأل بعض الناس عبد الله بن عمر: ماذا قلت للأسد؟ أو ما خفت منه؟ قال: لقد وكل ابن آدم لما رجى ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يرجو إلا الله لما وكله الله لغيره، ولقد خوف ابن آدم ممن خاف ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخف إلا من الله لما خوفه الله بغيره. حقا من خاف من الله لا يخاف غيره، ومن بكى من خشية الله لا يبكي على شيء إلا طاعة لله وخوفا من عقابه. سمحني شيخي على جرأتي بين يديك، وأسألك الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله على أدبك أبا حمزة، أسأل الله أن يرفعك بأدبك وتواضعك، مدخلة قيمة، جزاك الله خير. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب محمد من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي محمد. إزي حضرتك؟ الحمد لله. هو حضرتك في حديث حضرتك قلته من شوية، اللي هو عن الست الكافرة اللي هي بتحضن ابنها، وربنا أرحم من أي حد على الطفل ده. لو الست الكافرة ابنها مات وهو في نفس الوقت فضل على كفره، رحمة ربنا هتوصله وهو ميت على كده؟ يعني كذا مرة سمعت الحديث ده. طب عايز أفهم. أعيد السؤال يا أخي محمد، لأن صوتك مش واضح، هل صوتك شوي؟ يعني رحمة ربنا هتبقى عليه في الدنيا، رحمته هتبقى لما هتبقى عليه في الدنيا، مش هتوصل رحمته عليه في الآخرة لو هو مات على كفره. الست من كتر ما هي خايفة على ابنها خايفة عليه من النار، ما هو النار دي هيوصل لها في الآخرة لو هو مات على كفره. عايز أعرف يعني رحمة ربنا الواسعة إزاي هتوصل للطفل ده لو هو مات على كفره. أطفال المشركين وغير المسلمين إذا ماتوا على غير الإسلام، فالرأي الراجح أن الله تبارك وتعالى يسعر لهم يوم القيامة نارا، فيقال لهم ادخلوا النار، فمن أجابه ونزل النار كانت له جنة، ومن تقاعس عذب بالنار. هذا هو الرأي الراجح في أطفال غير المسلمين الذين ماتوا على ملة آبائهم. طبعا هو الطفل الذي مات في الفطرة،
ولكن أطفال المشركين الرأي الراجح من آراء العلماء أن الله تعالى يسعر لهم نارا ويقول لهم أنزلوا فيها، فمن نزل فكانت له جنة، ومن تقاعس أدخله الله تعالى النار، والله تعالى أعلم. ولكن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرز من مشهد المرأة الرحمة، رحمة الأم بولدها، فأراد أن يأخذ المسلم من هذا المعنى درسا بأن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع وأرحم به من رحمة الأم بولدها. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، الأخت الفاضلة أميرة لما اتصلت وقالت أنا يخشع قلبي ولا تدمع عيني، فكثير منا يشتكي من قسوة القلب، وكثير منا يشتكي من عدم البكاء من خشية الله عز وجل. نعم، ابن القيم يقول ما عوقب أحد بشيء كعقوبته بقسوة قلبه، فقسوة القلوب إنما هي عقوبة من علام الغيوب تباركت أسماؤه. ولنا معها وقفة بعد هذا الاتصال. الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالأخت نهلة، بارك الله فيك شيخ الفاضل ورفع الله قدرك وزيدك الله علما وفقها في الدين. اللهم أمين. شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة، وأنا ألتقط من كلامك أن البكاء من خشية الله علامة على صفاء القلوب، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب صلاح لجميع البدن، فأين نحن من صلاح القلوب؟ أين نحن من قول نبينا صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله؟ أين نحن ممن يبكون تأثرا بمشهد رأوه في فيلم هابط أو مسلسل ساقط؟ أين نحن ممن يبكون تأثرا بأغنية عاطفية سمعوها؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليست قدرة الله ومنزلته وعظمته المكنونة في قلوبنا تكفينا إلى أن نبكي من خشيته؟ أم أن الأمر كما يقول سبحانه وما قدر الله حق قدره؟ أنا أقول لمن لم يتأثر قلبه مرة ولم تزرف عينه دمعة في المواطن التي تستجلب الخشية، أقول له كبر على قلبك أربعا، وسل الله أن يخلفك خيرا منه، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بالإيمان والتقوى. واسمح لي شيخنا أن أقول لك في هذه العجالة هذه الكلمات السريعة، أقول لك نضر الله وجوهكم وبالنعيم السرمدي رزقكم، يا من بلغتم سنة نبيكم وحفظتم كتاب ربكم، خالص دعواتنا وتحياتنا لكم هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك مثل أخت نهلة، شكر الله لك. معنا الاتصال الأخ أحمد من أسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالشيخ أحمد. بارك الله فيك شيخنا الكريم، ونفع الله بك وجعلك الله مباركا أينما حللت، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. اللهم استجب وتقبل، وبارك الله فيك على هذا الاختيار الموفق إن شاء الله. الله يحييك. أود أن أقول أن من أسباب قسوة القلوب الذنوب، وكلما سعى الإنسان لتطهير قلبه من ذلك الدنس أي الذنوب خرج من الظلام وحل النور، نور الإيمان بالله، فيزداد القلب خشية لله سبحانه وتعالى، فبالعلم تزداد المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فكم من عالم كلما ازداد علمه ازداد قربا لله سبحانه وتعالى، وازداد معرفة لله وحبا لله سبحانه وتعالى، واستشعر عظمة الله. فلو أردنا أن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى فعلينا أن ننظر إلى خلقه وعظم خلقه سبحانه وتعالى. فيقص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهو يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ديك قد مرقت قدماه الأرض وانثنى عنقه تحت العرش، وهو يقول سبحانك ربي ما أعظمك، ويقول الله لو علم ذلك ابن آدم ما حلف بي كاذبا،
وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه وعاتقيه مسيرة 700 عام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف جبريل عليه السلام أن له 600 جناح بجناح قلب قرية، لو استشعرنا عظم خلق الله سبحانه وتعالى لازداد يقيننا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى عظيم. فخلقه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في عرش سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، فالعرش عظيم، فكيف بعظمة العظيم؟ فعلينا أن نستشعر عظمة الله بمعرفة خلقه، ومن هنا يزداد إيماننا بالله ويزداد خشيتنا لله سبحانه وتعالى. وهذا ما أردت أن أقوله، وجزاكم الله خيرا. وأذكر إخواني وأحبائي أن غدا أول أيام القمرية 13 14 15، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك شيخ أحمد، جزاك الله خيرا على هذه التذكرة، وفي الحقيقة يعني كلماتك موفقة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالكم. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب عابدين من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. تفضل أخ عابدين. الشيخ أريد أسألك في هذا الموضوع، هنا من يقول، أعلي صوتك مش سامعك معلش. ما هي أشياء حرام بين الرجل وزوجته؟ ها؟ المحرم بين الرجل وزوجته أن يأتيها في الحيض، وأن يأتيها في الضبر، هذا هو المحرم بين الرجل وبين زوجته، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والقرآن الكريم الله تبارك وتعالى هو الذي قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والنبي المصطفى قال ملعون من أتى امرأته في ضبرها، فهذا هو المحرم، والمرأة لا تجيب زوجها لشيء تعلم أنه حرام، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أكرمك الله يا أخي عابدين. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا من أعظم العقوبات التي يعاقب ربنا بها العبد أن يبتليه بقسوة القلب. نعم، قسوة القلب إنما هي عقوبة من الله. من الناس من يقسو قلبه فيكون كالحجارة فيبتعد عن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، ومن الناس من نراه رقيق القلب يفيض رحمة على الخلق. نعم، نزلت الرحمة في قلبه فهو يتعامل مع كل الناس برحمة، وهذا نلمسه في أولئك الذين تعرفوا على ربهم واستقاموا على طاعته واستقاموا على هدي حبيبهم صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي المصطفى رحمة للعالمين فأتباعه أيضا رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن من كان يشتكي من قسوة القلب فأنا أريد في هذه العجالة أن أعطي علاجا لقسوة القلوب. أولا كتاب الله تبارك وتعالى، إن في ذلك لذكرى، في القرآن يعني، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله تبارك أسماؤه وجل في علاه يذكرنا من خلال القرآن أن القرآن شفاء لأمراض القلوب كلها. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قال وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال بتلاوة القرآن وذكر الموت. وأنا أخذ الخيط من هذا الحديث وأقول أيضا إن تذكر الموت
أيضا من الأمور التي ترقق القلوب وتجعلها تلين لعلام الغيوب. فمن تذكر الموت لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود ولا يحسد أحدا في الوجود، ويجهز الزاد الذي سيقف به بين يدي الرب المعبود. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب إبراهيم من الجزائر. السلام عليكم. أحبكم في الله يا شيخ. أسأل الله أن يحبك أخ إبراهيم. يا شيخ أريد نصائح مباشرة، نصائح مباشرة كيف تكون خشية الله كيف دائمة ومستمرة بدون انقطاع. كيف تكون خشية الله؟ لو تابعتني أخي الحبيب إبراهيم في هذه النقاط التي سأسردها في هذه الحلقة إن شاء الله يعني ستأخذ العلاج الذي به تكون على خشية وتحن الدمعة من عينك من خشية الله عز وجل. نعم، قلنا السبب الأول ألا وهو تلاوة القرآن، سماع القرآن وتلاوة القرآن. السبب الثاني تذكر الموت، والنبي المصطفى يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فالإنسان عندما يذكر الموت ويتذكر القبر وضمة القبر هنا يخشع قلبه ويجهز الزاد. أنا قلت منذ قليل أن تذكر الموت يجعلنا لا نفرح بموجود ولا نحزن على مفقود ولا نحسد أحدا في الوجود، ونجهز الزاد الذي سنقف به بين يدي الرب المعبود. أيضا من الأمور التي تجعل القلوب ترق لله جلت قدرته أن نعتبر بالأمم الكافرة كيف نزل عليهم سيف انتقام الله. إن أبا الدرداء لما فتح الله تعالى قبرص على المسلمين ووجد الله تعالى قد فرق بينهم من بعد اجتماع ظل يبكي، فقال له أخوه أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال نعم أبكي، أما ترى هذه الأمة كان لها الغلبة وكان لها السلطان، فلما ضربوا بشرع الله عرض الحائط أخرجهم الله تعالى منها أذلة صاغرين، ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره، وظل يبكي. فهو هنا بكى وتأثر قلبه لما اعتبر بما جرى لهذه الأمة الكافرة. أيضا من أعظم الأسباب التي بها تلين القلوب وتحن الدمعة من العين من خشية علام الغيوب قبول الأوامر، نقبل أوامر الله تعالى وننتهي عن الزواجر. لأن من أشنع الأسباب التي تقسي القلوب أن نعرض عن أوامر الله، لا نمتثل الأوامر ولا ننتهي عن الزواجر. أيضا أحبتي الكرام من أعظم الأمور التي تلين القلوب أن نعتبر بأحوال المرضى وأحوال الزمنة وأحوال الفقراء والمساكين. أخويا الذي قسى قلبه أقول له زر المستشفى مرة، وادخل يا حبيب الكريم وانظر إلى المرضى نظرة اعتبار، انظر إلى أخيك الذي كان مفتول العضلات انكسر عموده الفقري في حادث فهو مشلول شلل رباعي، يقول في سرير المستشفى آه من المرض كم يتمنى لو عاد إليه يوم واحد من أيام العافية. ادخل في قسم الأمراض المتوطنة ستجد أختك التي كانت جميلة يتمناها كل الشباب ابتليت بمرض وتلوث كبدها أو تلوث دمها وانتهبت الكيماويات شحمها ولحمها وهي أثر بعد عين، سقط شعرها وسقط حاجبها وأصبحت كالشبح، تتمنى الموت في أي لحظة وتنتظر الموت في أي لحظة. ادخل إلى قسم الحريق وانظر إلى أخيك الذي التهمت النيران بدنه بنسبة 100% يتمنى أن يموت من شدة الألم، وانظر إلى نفسك وقد سلمك الله جلت قدرته. انظر إلى الفقراء الذين لا يجدون القوت الضروري، انظر إلى الزمنة، انظر إلى هؤلاء وانظر لنفسك ستحن الدمعة من عينك من خشية الله جل وعلا. إن الله تعالى أمر حبيبه أن يجالس هؤلاء الفقراء
حتى يرق قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي قال الله تباركت أسماؤه لحبيبه ومصطفاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا أخذ الخيط من هذه النقطة وأقول إن الاغترار بالصحة والأموال الواسعة من أعظم الأسباب التي تقسي القلوب. نعم، فإن الأشر والبطر والاغترار بالصحة وكثرة الأموال من أعظم الأسباب التي تقسي القلب. وأنا أقول لمن غرته صحته وغره ماله: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب، علام التعالي إن الكبرياء لا يليق إلا برب الأرض والسماء. أيضا أحبابي الكرام الفضلاء، من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن قد يسألني سائل: لماذا قست قلوبنا؟ أقول بعض الأسباب على وجه السرعة وفي عجالة. في زماننا كثرة الأسباب التي تقص القلب، منها الانشغال بالدنيا والانخداع بمظاهرها. ولا يفهمني أحد من أحبابي خطأ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولكن لا تكون الدنيا هي شغلنا الشاغل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم لا تجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. إن الله تعالى وصف الرجال بحق عندما قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيضا من أسباب قسوة القلوب قلة ارتياد الناس للمساجد. وأنا أريد أن ألفت أنظار أحبابي أنه لا غنية أبدا، لا غنية لنا أبدا عن بيوت الله. لا نستغني بالفضائيات عن استماع العلماء في المساجد. المساجد لها بركات، المساجد هي مكان الأطهار. قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب والتنزيل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أيضا من أسباب قسوة القلوب المناظر الملهية في الشاشات، ومشاهدة الأفلام الرزلة والندلة، ومتابعة النت، ومشاهدة المشاهد التي تسخط العلي الأعلى، لا بد أن تقسي القلوب. أيضا استماع الملاهي والمعازف والغناء، أيضا متابعة الألعاب في غالب الوقت، يعني الوقت برمته يضيع في اللعب. أيضا من الأسباب كثرة المزاح وكثرة الضحك، والنبي المصطفى يقول: لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيضا من الأسباب المآكل والمشارب الحرام، أكل الرشوة والاتجار في الحرام وشرب المخدرات. وأنتم إذا نظرتم إلى أخلاق هؤلاء الناس ترون صدق ما أقول، هؤلاء يتعاملون مع المجتمع بقسوة. انظروا إلى هؤلاء المجرمين الذين يقطعون الطريق، لا رحمة في قلوبهم أبدا، مهما توسل إليهم مسكين أو ضعيف أو أرملة أو مصاب،
هم يتعاملون مع المجتمع بقسوة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيضا من أسباب قسوة القلوب مصاحبة الأشرار، أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. ولكن في هذه العجالة أريد من أحبتي الأخيار الفضلاء الذين تابعونني في هذه الحلقة أن يركزوا على العلاجات التي سردناها سردا في هذه الحلقة من أجل أن ترق القلوب. وفي عجالة أيضا يعني أذكر تلخيصا، أولا القرآن الكريم، ثانيا تذكر الموت، ثالثا الاعتبار بالأمم السابقة، رابعا كثرة ذكر الله جل وعلا، خامسا قبول الأوامر واجتناب النواهي، سادسا تذكر أحوال المرضى والمساكين والزمنة، سابعا تعظيم شعائر الله جل وعلا. نعم أحبتي الكرام، لعلنا إذا أخذنا بهذه الأسباب تطل من أعيننا دمعة من خشية العزيز الوهاب، يدخل ربنا بها عظيم جرمنا في عظيم عفوه. وفي نهاية الحلقة أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجنبنا القلوب القاسية. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أحبتي الكرام، كان موضوعنا هو البكاء من خشية الله الجزء الثاني، إذا كنت وفقت فيه فمن الله، وإذا كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي